انا بعتز جدا جدا بالفيلم، فيلم ولاد رزق، وبان انا اشتركت فيه. كان طبعا حلم اي حد ان هو يشتغل مع المخرج العظيم طارق العريان، وسعيده جدا جدا بالتجربه دي، وطبعا سعيده جدا بالجائزه. اكيد نسرين زي ما قلت صاعده ما شاء الله بسرعه الصاروخ. يمكن بدايتك بالنسبه لنا كقناه الشرقيه كان من خلال مسلسل شربات لوز، شفناكي بعد كده في اكتر من عمل الحقيقه دايما بتنافسي نفسك. سر النجاح بقى والتالق في الفتره الاخيره شايفاه ايه؟ الحمد لله التوفيق من عند ربنا، وربنا ان شاء الله يعني يكرمنا ان شاء الله ونعمل حاجات حلوه تعجب الناس ان شاء الله. بتجمعي بين النجاح في السينما والتلفزيون ازاي؟ بتقدري تعملي المعادله دي؟ لا ده انت جاي تقر عليا بقى. خالص تاتشود. الحمد لله بجمع بين النجاح في السينما. لما تروحي تبخري برضه احتياطي. لا لا تبخرينا برضه. قولي لي يعني ازاي بتختاري النصوص، الورق، الشخصيات؟ على قد ما اقدر بالدور، اللي لما اقرا دور ويبقى حلو ويعجبني بحاول ان انا اعمله يعني باتقان، وربنا بيوفقني الحمد لله. الجديد عندك الفتره اللي جايه؟ حاليا بنصور الاسطوره مع استاذ محمد سامي ومع نجم محمد رمضان، وسعيده جدا بالتجربه دي.